أهلا بكم من جديد. تولى الاشتراكي بيترو سانشيز رئاسة الوزراء في إسبانيا بعد أن خسر سلفه ماريانو راخوي اقتراعا على ثقة في البرلمان بسبب قضية فساد شملت عددا من قياديي الحزب الحاكم. وقد واجه راخوي صعوبات عدة أضعفت موقفه، منها قيادة حكومة أقلية شابها تهم الفساد شابتها تهم بالفساد، إضافة إلى أزمة مطالبة إقليم كاتالونيا بالاستقلال. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. بهذه الكلمات المختصرة أعلن عن إسقاط حكومة المحافظين في إسبانيا بعد 6 سنوات من الحكم. فقد صوت البرلمان بحجب الثقة عن ماريانو راخوي ليحل محله هذا الرجل بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا الجديد. مصافحة راخوي المهزوم وابتسامته لم تفقد الفائز سانشيز لذة الانتصار، فقد نجح هذا الأخير في إسقاط الحكومة وتنصيب نفسه رئيسا لها، ليس بسبب برنامجه الانتخابي أو تاريخه السياسي الناجح، بل كان السبب فساد الحزب الشعبي الذي يرأسه راخوي. فقد أدين الحزب الحاكم مؤخرا في قضية فساد عرفت باسم غورتيل، أودعت أسماء عديدة من زعامات الحزب في السجون بينما ينتظر آخرون حكم القضاء. حالات استثنائية وفردية يرد راخوي متهما جميع من ضد حزبه بأعداء إسبانيا وأعداء شعب إسبانيا. هذه القضية تخص أشخاصا وليس الحزب بنفسه. الواضح أن السبب وراء كل هذا هو الرغبة في الوصول إلى الحكم وليس محاربة الفساد. هذه المحاولات ستضر بإسبانيا ومستقبل الاقتصاد. حزب سانشيز الذي يملك 84 مقعدا في برلمان يضم 350 مقعدا سيستلم مقاليد رئاسة الوزراء يوم الاثنين المقبل، حيث تنتظره على طاولة الحكم أزمات سياسية واقتصادية عدة. فهل يكون الرجل الذي حجب الثقة عن راخوي أهلا لهذه الثقة؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من مدريد عبر سكايب المحلل السياسي ورئيس مؤسسة أندلس ميديا للإعلام سعيد إدا حسن. أهلا بك سيد سعيد إلى العربي اليوم. إذا فوز لي سانشيز طبعا بعد أن قام بإسقاط حكومة راخوي وتسلمه الآن منصب رئيس الوزراء، ما هو شكل المرحلة المقبلة سياسيا، خاصة بأن الحزب الذي يمثله الحزب الاشتراكي لم يعني يحصل على يعني أغلبية ليس لديه أغلبية في البرلمان، وحتى أيضا تحالف الأحزاب الأخرى معه جاءت كرها براخوي أساسا؟ هو كما تفضلتم بالذكر في تقريركم، إسبانيا تعيش على إيقاع أزمة سياسية. من متكون هذه الأزمة العديد هي خلطة من عديد من الأزمات، أزمة إدارة الأزمة الكتالونية، قضية الفساد الذي ينخر الحزب الشعبي وكذلك العديد من الأحزاب السياسية. كل هذه العناصر أدت إلى إسقاط حكومة ماريانو راخوي. بيدرو سانشيز نجح في حجب الثقة عن الحكومة، ولكن ليست لديه الأغلبية لتشكيل حكومة مستقرة. سيشكل إذن حكومة أقلية ولو بدعم بعض الأحزاب مثل حزب بوديموس اليساري الراديكالي أو الأحزاب القومية الكتالانية وكذلك الأحزاب القومية الباسكية، ولكن كل المؤشرات تدل على أن إسبانيا ستدخل مرحلة عدم استقرار سياسي، لأن ليس هناك أي قوة سياسية بإمكانها حكم البلاد بمفردها. هناك العديد من التحديات وخاصة التحديات الإقليمية والجهوية، فهناك الأزمة الكتالونية التي لم تنتهي بعد، فالمشادات وفصول هذه الأزمة ما زالت مستمرة بين المؤسسات، مؤسسات الدولة والحكومة والأحزاب القومية الانفصالية الكتالونية. ليس هناك على الطاولة أي حل سياسي، رغم أن بيدرو سانشيز وخلال مناقشة مذكرة حجب الثقة وعد بأنه سيفتح حوار مع الأحزاب الكتالونية ومع الحكومة الكتالونية، ولكن يبدو أن الطريق شاق وجد صعب كما اعترف هو بنفسه وكما اعترف بيدرو سانشيز. ولكن في ظل كل هذه الظروف والمناخ السياسي الذي ذكرته سيد سعيد، ما الذي يجب على سانشيز أن يفعل هو أن يبدأ به؟ ملفات عديدة أمامه، نتحدث الآن اجتماعيا واقتصاديا، ملف كاتالونيا كما ذكرت، وأيضا فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي.
هو أهم شيء يمكن أن يفعله بيدرو سانشيز، وربما بعض الزعامات السياسية وبعض قادة الحزب الاشتراكي يدفعون في هذا الاتجاه، هو مصارحة الشعب الإسباني ووضع خارطة طريق واضحة بمشاركة الجميع وفتح نقاش عمومي حول خارطة الطريق هذه لإعادة الأمور إلى نصابها. فالخطوة المقبلة هي فتح نقاش مع كل القوى السياسية للتحضير للانتخابات العامة المقبلة. هذه ربما ستكون أكبر مهمة لدى سانشيز، هو فتح هذا النقاش، بما أنه وعد وربما تعهد أمام البرلمان أنه سيمضي أو سيطبق الموازنة العامة التي تمت المصادقة عليها قبل أسبوع بدعم الأحزاب القومية الباسكية أو طيب، الحزب الوطني ماذا عن التحالفات الباسكي. الآن؟ ماذا عن التحالفات التي يمكن أن يشكلها حتى لا تكون هناك حكومة أقلية يصفها بعض المحللين بالضعيفة؟ حتى ولو تحالف، فالحليف المرشح الأكبر للمشاركة في هذا التحالف هو حزب أبوديموس الذي لديه فقط 67 برلمانيا من أصل 350، وحزب الحزب الاشتراكي العمالي أي حزب بيدرو سانشيز لديه فقط 84. إذا هذين الحزبين مشتركين لن يستطيع تشكيل حكومة أغلبية قوية ومستقرة، ولذلك عليهم بحث تحالفات مع أحزاب عدة خاصة الحزب الوطني الباسكي والأحزاب القومية الكتالانية. إذن من الصعب تشكيل حكومة بطيف من هذه الأحزاب، ولذلك سيكون المهمة الأكبر أو المهمة الأولى لهذه الحكومة طيب، هي كيف يمكن أن يستفيد من الأحزاب الكتالونية التي دعمته مقابل راخوي في إسقاط الحكومة؟ هو وعدها بفتح حوار مباشر مع الحكومة الكتالونية، وربما هذه نقطة تحسب له بدل سياسة التعنت وبدل سياسة المجابهة التي كان ينهجها راخوي. الآن بيدرو سانشيز مد يده إلى الأحزاب القومية الكتالونية ووعد بفتح نقاش مع الحكومة الكتالونية، وربما هذا سيساهم بشكل كبير في تهدئة الأوضاع وربما في تهيئة المناخ السياسي لإجراء انتخابات عامة في أجواء سياسية عادية وليس في وضعية الاستثناء التي وضع ماريانو راخوي البلاد على هذه الطريقة، الطريق الاستثناء ربما أوصلته إلى الطريق المسدود، وهي التي أدت إلى إسقاط حكومة بمذكرة حجب ثقة تمت المصادقة عليها هذا الصباح. شعبيا، إذا أردنا الحديث عن شعبية الحزب الاشتراكي الآن، كيف يمكن له أن يعزز موقفه شعبيا؟ لم تجرى أي لم يتم بعد تنظيم أي استطلاعات رأي، ولكن في اعتقادي أن الحزب الاشتراكي كسب نقاط كثيرة في بهذه المناورة. هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسبانيا الحديث تنجح فيها أو ينجح فيها حزب أو شخصية سياسية بإنجاح مذكرة حجب الثقة، هذه سابقة في تاريخ إسبانيا الحديث. ربما خطابه المعتدل خلال مناقشة مذكرة حجب الثقة سيؤدي حتما إلى حصوله على دعم الأحزاب القومية في إقليم الباسك وإقليم كاتالونيا، وهذا سيساهم في الرفع من شعبية الحزب الاشتراكي. بيدرو سانشيز ربما يهيئ للانتخابات العامة، هذا ما يهمه، ربما يحلم بالحصول على أغلبية مطلقة في هذه الانتخابات. كما سبق وذكرت، يستحيل وربما يصعب كثيرا تشكيل حكومة من عدة أحزاب ربما لها مصالح متضاربة، الأحزاب القومية الكتالانية تريد نعم. الانفصال، الأحزاب القومية الباسكية تريد الحصول على أكبر نسبة من التنازلات أو أكبر تنازلات ممكنة من الحكومة المركزية. إذا المهمة صعبة تنتظر بيدرو سانشيز، ولكن في اعتقادنا حقق نقاط جد مهمة في مواجهة الحزب الشعبي الذي شكرا. يعيش أسوأ وأحلك أيامه السياسية منذ السبعينات من العقد القرن الماضي. أشكرك من مدريد عبر سكايب المحلل السياسي ورئيس مؤسسة أندلس ميديا للإعلام سعيد إدا حسن.